الله، حقيقي سكالوبك احلى من سكالوب النادي، بس الواحد محتاج حاجه يهضم. بقولك يا جو، تشرب شاي؟ تمام. عينيا يا يوسف. يوسف كده من غير استاذ؟ استاذ انا الاستاذ. انت حطيت لي بالشاي ايه؟ مفيش، شويه سم صغيرين زي شكه الدبوس. يا كلب يا قذر. ربنا يسامحك، مش هرد على واحد بيموت. خلاص اسطورتك انتهت يا يوسف يا ألفي، ومن النهارده هتبتدي اسطورة سهام عز الرجال. سهام عز الرجال. انت ما بتاكلش ليه؟ ها؟ السكالوب مش عاجبك؟ لا بالعكس، ده حلو جدا. استاذ يوسف تشرب شاي؟ لا. ليه؟ اعمل لك كده شويه شاي عشان تهضم. مش عايز شاي. بس انا عايز اشرب شاي. هتشرب؟ ما انا مش بحب اشرب شاي لوحدي، بخاف، وبعدين خلاص انا هموت بعد شويه، فمن حقي يعني ان انت تشرب كوبايه شاي معايا. اعمل لي معاك نسكافيه. نسكافيه حلو برضو، هيدي نفس الناتج. ناتج ايه؟ النسكافيه ما هو 3 في 1، فهيدينا نفس الحسابات يعني. هخش انا احسبها مع نفسي جوه وابقى اجي اقول لك. حبيبي ماشي يا استاذ يوسف. هو انت ما بتشربش ليه يا استاذ يوسف؟ انت مالك؟ طب انا بس كان عندي سؤال، هو انت لما تقتلني عشان انا ما عالجتكش، ما هو انت هتفضل عيان برضو ومش لاقي حد يعالجك. انا بعد ما اخلص عليك هروح لدكتور تاني اشطر منك. طيب ما تروح لدكتور تاني اشطر مني من غير ما تقتلني. لا سام، انت الوحيد اللي عرفت سري، وانا مش هحط رقبتي تحت رجليك. انا عمري ما اطلع سرك يا يوسف والله، ده انت عارفني، وبعدين ده منظر واحد يطلع اسرار حد. خلاص قضي الامر، اجهز عشان نخلص قبل الفجر. طيب تشرب النسكافيه عشان تبقى بتقتلني بدماغ متكلفه؟ مالكش دعوه. لا يا سام، انت تقتل؟ انت ما ينفعش تقتل. بس ده هيقتلني، بس لا برضو قلبي مش جايبني، اموت مقتول احسن ما اعيش قاتل. لا استحالة، استحالة اقتل. لا لا يا استاذ يوسف. في ايه؟ في ايه يلا؟ يا لهوي يما، يا لهوي يما، يا لهوي. تعيط ليه؟ أمي بسرعة. أمك فين؟ أنت مش فاهم حاجة. يا لهوي ياما، يا لهوي ياما. لا أنا فاهم كل حاجة. إيه ده سهام؟ ما تقلقش، أنا خلاص قررت إني مش هقتلك. أنت إنسان طيب ما تستاهلش القتل. ما أنت ما قتلتنيش، بس أنا اللي قتلتك يا يوسف. إيه؟ قتلتني إزاي؟ حطيت لك ميثادون في النسكافيه، وده 8 حبوب منه يقتلوا فيه. يلا معايا بسرعه المستشفى يا يوسف، اعمل لك غسيل معده. انت بتسمني يا سام؟ بتسمني يا خاين؟ يعني انا اموت على ايد سام؟
اشرب نسكافيه. اشرب. لا مش عايز. اشرب النسكافيه يلا. اشرب. بس انا ما بحبش اشرب مطرح حد. موتني بالمسدس. ده هتموت بنفس الطريقه اللي قتلتني بيها. اشرب. اشترك في الباقات الشهريه والسنويه باعلانات وبدون اعلانات، وما تفوتش عرض رمضان على الاشتراكات السنويه.